بالعناية مشددين، الأسرة ممتلئة. عندنا حوالي 30 سرير، 30 سرير كلها مشغولة بالمرضى. عندنا فوق بالجناح كمان حوالي 30 سرير، عندنا حوالي 30 مريض بالجناح. لحد الآن نحن ما أرسلنا ولا مريض لتركيا، كون نحن هون عم نقدم نفس الخدمات اللي عم تقدمها تركيا، من علاج بالاكسجين واجهزه تنفس اصطناعي والادويه. فحتى الان لم نرسل اي مريض. بالفتره الحاليه نحن نعمل اقصى طاقه لدينا. الاسره جميعها مشغوله، ما ان يفرغ سرير حتى يتم استقبال مريض من خارج المشفى على هذا السرير. وهناك عدة حالات للأسف لم تجد من يستقبلها بسبب اكتظاظ المشافي بحالات كورونا. في حال حدوث عمل عسكري على مدينة إدلب وما حولها، يؤثر ذلك على القطاع الصحي بإجهاده وإجهاد الكوادر الموجودة فيه والمشافي والمنشآت، وسيؤثر سلبا على مرضى كوفيد-19 بنقص الاهتمام بهم بسبب القصف الموجود. بعد 10 سنوات من تعامل القطاع الصحي مع إصابات القصف واستهداف المنشآت الصحية، تأتي جائحة كورونا لتزيد من العبء عليه، وتقريبا إذا ازدادت الحالات أكثر من ذلك سنصل إلى حافة الانهيار بالنسبة للقطاع الصحي.